احضار وسع صدرك القطبي. ما شاء الله الكريم، يلا قوهم. درجة الحرارة بالظل ببريدها الساعة 2:30 الظهر اليوم حول 46 على الترمومتر، ومن داخل احضار وسع صدري. الله يا جماعة الخير، ان تكلفة الاحضار من غير الاثاث ارخص من قيمة مكيف، وبعض الاحيان تزينه ما يكلف عليك شيء اصلا اذا حطيت دعوة وكله خشب، واللي يميزه خرير الماء مع كل محل. سم يقول يا عوض، يقول يا عمي مفروض خاتي لوحة هنا مكتوب عليها تنبيه يرجى استخدام المستلزمات الشبيهة يا عمي، بس واحد لو دخل من الشمس لا يدخل برد. لا عاد يا عوض، لا يا عوض، هذه قصرها شوي يا عوض. ما شاء الله تبارك الله، طريقته سهله جدا وممتعه وجلسته منعشه بالحيل. الحين بندخل المقاييس اللي برا نحطها هنا ونشوف وش الفرق يا جماعه الخير. الان دخلنا المقياس، نبي نشوف وش الفرق. طبعا ياخذ له شوي، هذا ما قرا، لكن هذا بدا ينزل. ثبت على 21 درجة مئوية يا أعزائي، يعني حول 25 درجة مئوية الفرق، وكله من هالخيش وهالعصبان. وهذا المقياس الثاني إلكتروني بدأ يحول. وإذا ثبت على 22.5 شخص وكيف راسك. طريقة سهلة بالحيل يا جماعة الخير، طبقين خيش من برا يباعن بالرول عند محلات الزراعة، وعسبان من داخل، ولي من فوق ينزل هالماء على هالخياش وهالعسيب، ويمشي مع هالحوض، يمشي مع هالحوض وينزل بهالبرتسة الصغيرة هذه، وفيه دينامو يسحب الماء ويكرره ثانية. مع كثرة التكرير يغدي الماء تنج. مناسبة افتتاح دار وسع صدرك اليوم، زنجبيل عوض، اي صح اشتاء، حطينا هالحلويات ولا مهي بعادة يطبون البيت. اي ما ادري احد عوض، شيل نومه لتراي، ما انا على خبركم يا جماعه الخير. ادري انه مسكر جوال ومنام هنا نيم بس. خاصه